البرجوازية. جيسلان مارشال وجدت في يونيو 1991 جثة هامدة بقبو منزلها الفخم بمدينة موجا. المحققون وجدوا على الجدار جملة مكتوبة بدمها: عمر قتل. عبارة سرعان ما وجه بسببها الاتهام إلى البستاني عمر رداد، إلا أن تلك العبارة التي دخلت الذاكرة الجماعية للفرنسيين من بابها الواسع كان فيها خطأ لغوي فاضح بالفرنسية، ليتساءل كثيرون كيف يمكن لسيدة من الطبقة الاجتماعية لمدام مارشال أن تقوم بخطأ من هذا النوع. شك قابله نفي عمر رداد طوال سنوات أنه المذنب. سجن عمر بعد سلسلة من الإجراءات القضائية المشكوك في صحتها، إجراءات قد تكون عززتها المشاعر اليمينية المتطرفة المنتشرة في جنوب شرق فرنسا، وأفرج عنه بعد إمضاء عقوبته، لكنه لم يستسلم، واستطاع عمر أن يثبت قبل أشهر فقط أن حمضه النووي لم يتم العثور عليه قط في ذلك القبو الذي ما زال يخفي سر الجريمة الأغرب في تاريخ فرنسا.